السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية يا مس. اليوم بإذن الله رح نبلش في درس جديد، الزاوية الخارجة للمثلث، وهذا بتمنى من الجميع دراسته من الدفتر. عندي قاعدة: قياس الزاوية الخارجة للمثلث تساوي مجموع قياس الزاويتان الداخليتان البعيدتان. يعني هاي عندي زاوية خارجية، الزاوية الخارجية هي امتداد أحد أضلاع المثلث. إذن الزاوية الخارجية هي امتداد لأحد أضلاع المثلث إلى الخارج، امتداد خارجي لأحد أضلاع المثلث. زي ما إحنا مشايفين هذا الضلع صار له امتداد، هذا الامتداد كون زاوية خارجية. هاي الزاوية الخارجية قياسها مجموع الزاويتين البعيدتين عنها، يعني الزاوية س عندي الزاوية 45 وهي زاوية 90 ابعاد عنها. إذا س تساوي 45 زائد 90، 45 زائد 90 هي 135. إذا قياس الزاوية الخارجية هي مجموع قياس الزاويتان البعيدتان. نشوف مجموعة أمثلة. احسب قياس الزاوية س في المثلثات. هاي الزاوية س زاوية خارجية، مجموع الزاويتين البعيدتين عندي هون الزاويتين البعيدتين 35 و50. إذا 35 زائد 50 يساوي 85 درجة، إذا س تساوي 85 درجة. المثال الثاني عندي الزاويتين البعيدتين 75 زائد 20 ويساوي 95 درجة، س تساوي 95 درجة. عندي آخر إشي س الزاويتين البعيدتين 60 زائد 60 ويساوي 120 درجة، س تساوي 120 درجة. وعندي هون س الزاويتين البعيدتين س تساوي 40 زائد 40 ويساوي 80 درجة، هيهم الزاويتين البعيدتين. إذا القاعدة كيف بدي أوجد قياس الزاوية الخارجية؟ هي مجموع قياس الزاويتين البعيدتين. يعطيكم ألف عافية.